وهي أجواء زوينة هنا في مالاغا بحال في المغرب تقريبا مي كتكون شوية ديال فهمتي في الأول أدابتاسيون وداك الشيء الهضرة ما كتكونش كتهضر مزيان مي أبخي مع الدراري هنايا و لي زونترينور وكل شيء هنايا كيعاونوك باش تأدابتا في أقل وقت في العام ديالي الأول كانوا الدراري كنت كنعرف شي دراري هنا صحابي حيت لعبوا معايا في الأكاديمي مي كانوا مشاو واحد ثلاثة بقى غير واحد وهو يوسف الناصيري وعاونني بزاف وسي العربي سي عبد الله بن مبارك حتى هو بزاف عاونني بزاف هنايا داكشي علاش تأدابتيت في أقل وقت الهدف ديالي هو نكمل إن شاء الله في حالك مع لا بخوميييغ إيكيب وإن شاء الله هذا العام نطلعوا لا ليغا سانتاندير و إن شاء الله علاش لا المنتخب الوطني هذا العام وكأي جوار ماروكان افتخار كبير تحمل القميص الوطني وتمثل المنتخب الوطني هاد لي دي زاكاديمي هما احسن وحدين في المغرب حيت كيخرجوا بزاف ديال اللعابه اللي كيمشيو للاوروب فهمتي ما كيمشيوش للخليج بحال هكا ولا باش يعيشوا تجربه بروفيسيونيل ويعيشوا الفوتبول ديال بصح